السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع تلجراف مصر في كل مكان، نحن الآن متواجدين مع حضراتكم في منطقة المعصرة وبالتحديد في شارع النقطة. معنا والدة الشاب أحمد إبراهيم الذي لفظ أنفاسه الأخيرة استطعنا نافذة في الرقبة بمطوة، ومعنا دلوقتي والدة الشاب أحمد إبراهيم والدة الشاب أحمد إبراهيم الشهير بكولا، وهتحكي لنا عن تفاصيل الوقت. اتفضلي يا أستاذ. ابني كان بيدافع عن شنقة هنا واتفضل، فهو لما دفع عنا هنا فركب التوك توك بتاعه رايح يشرب كوباية شاي على المحطة عشان يرزق يحمل زبون ولا حاجة، فلسه بيقعد على الكرسي طلب من القهوج كوباية شاي بيشربها، فعندهم ناس يعني شغالين هناك وكده، فواحدة شافته بتناول له يا حمد كوباية القهوة، لأن هي ست بتاعت ملاهي هي اللي بتعمل القهوة هي وجوزها. جوزها قال له اقعد يا أحمد أنا هعمل لك كوباية الشاي، فبتقدم له كوباية الشاي يا دوبك لفت لقت خفاش ده جاي من جنب ابني وقام رايح طعنه في قلبه على غادر. ابني ملحقش اصلا يقوم من مكانه، فلفص كده زي الفرخه، وانا عايزه حق ابني بنطالب بالاعدام. انا عايزه اللي هو عمله في ابني يحصل فيه، لان لو هو حق ابني ما جاش هو مش هيعيش حد. طبعا طبعا حق ابنك هيرجع. عايزين نعرف بس بدايه الواقعه. عايز حقه بالقانون. بدايه الواقعه كان ايه اللي حصل في البدايه؟ بدايه الواقعه كان هما بيتخانقوا نوع على الناصيه، فابني بيقول لهم يا جماعه المحلات واكل العيش واحنا في رمضان وكل سنه طيبين، يعني بيدافعهم عن بعض بايده ما مدش ايده على حد، يعني بيدافع بيزق ده عن ده يعني عشان ما يعورش بعض. فهو الولا لما شاف ابني طالع بالتوك توك قام قايل له لا ده احنا الصالحين، وقام رايح راكب التوك توك من هنا على اساس راكب معاه عشان يوصله مشوار يعني. على اساس ان هو ايه انت طالع على المحطه يا احمد، طب احنا طالعين معاك. احنا الصالحنا ايه انا وزمايلي يا احمد اللي انت كنت بتحشنا عنه. فهو ركب معاه التوك توك نوال على صفاء نيه يعني، هو ما كانش متوقع منه حاجه. ركب معاه على اساس ان هو رايح يجيب زبون نزل يشرب كوبايه شاي. الست حتى بتبص عليه بعقوبه بتقول له يا حبيبي مالك يا احمد، هو انت كوبايه الشاي وقعت عليك؟ اداريه لما هو خد الطعنه في قلبه بيطلع في هو خدها في رقبته ولا في قلبه؟ في قلبه. في قلبه خبطه الموت. والولد ده اصلا ليه اخ قتل واحد، اخوه ده اسمه حديده، واللي قتل ابني اسمه خفاش. اللي قتله في السجن ده حديد، وخفاش هو اللي قتل ابني قتلة الغادر. طب ليه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه الحقيقي خفاش؟ محمد. اسمه محمد. اسمه ايه يا جماعة؟ محمد. محمد ايه ما تعرفوش؟ مش عارفين. هو ليه يعني الشهرة اسمه خفاش. محمد. تمام. محمد. ومعانا برضو احد شهود العيان اللي كانت حاضره تفاصيل الواقع، هتحكي لنا دلوقتي عن اللي شافته وهتكلمنا عنه. اتفضلي. هو احمد طلع على المحطه كان في الخناقه شغاله زي ما هي، فاحمد بيقول له يا اسطى انت بتشتمني بامي، عامه عادي انت شتمتني بامي عادي يا اخويا الصغير وشتمتني. بعد كده راح خدت انا خفاش قلت له تعالى يا خفاش مش هينفع، ده اخو صاحبك مش هينفع ان انت ايه تمسكوا في بعض عشان حاجه مش مستاهله. تمام. خفاش راح قعد مكانه واحنا قعدنا عند المراجيح، وصاحبتي عملت له قال لها عايزه يا خالته ام امير كوبايه شاي، قالت له حاضر يا احمد هجيب لك شاي عيني، اديته كوبايه الشاي بتلف ما لحقش يشرب كوبايه الشاي بتلف بضهرها، فراح خفاش جه من داره راح مديله بس بالمطوه في ايه؟ في قلبه. في قلبه، واحنا جرينا جري. فهي بتصوت بتقول له مالك مالك، قام ثلاث مرات يا عيني من على الكرسي هي شايفه دم في ايده مش في وشه في دماغه في عبده ما فيش دم. يعني هو حاول يقوم بعد ما اتطعن. حاول يقوم يا عيني مع راح وقع. احنا فكرنا اللي مغمى عليه. فبتشد التيشيرت بتاعه لقيت الدم ايه عمل على وش عليها. فقعدت تصوت فانا بقيت ادور فبقول لها خلاص احمد مات احمد مات احمد كلها مات احمد كلها مات، وقعدت اصوت محدش شاله الا ولد اسمه امير ابنها هو اللي شاله وجري، وكل المحطه كانت واقفه بتتفرج. ده اللي حصل. تمام. هو هرب بعد ما على طول ولا هو وقف عند الكافيه وقال لهم انا روحوا خيطوه يا رجاله يا شباب يا جدعين. بعد كده اول ما عرف ان هو مات جري. جري قص ملح وداي. هي كانت امتى الوقت؟ ما كانتش المترو. جري بعد ساعه صلاه التراويح بالظبط. يعني هو فضل نزل على الشغل على طول ما كملش ما كملش ما كملش اصلا. احمد اصلا يعني عايز يدافع عن نفسه ما عرفش يدافع عن نفسه. طب عايزك تحكي لنا حاجه، احمد كان بالنسبه لك ايه؟ كنت على طول متعود يقول لك كلام قبل ما ينزل، كان بيقول لك يا ام عايزه حاجه اجيبها لك من الشغل انا جاي، احكي لنا عن احمد شويه. احمد ابني كان امنيه الدنيا فيه والله عمره ما زعلني، والله يا كفته عمره ما زعلني.
انا يا ما والله كنت مسافره عند اهلي والله، وكنت قاعده معاهم يومين وانا جيت على خبر ابني اصلا. يعني انت ما كنتش موجوده؟ انا ما شفتش ابني والله، انا ما شفتوش الا في المزرعه. موضوعه يعني صعب، ربنا يصبرني. ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه. انت بتطلب بايه يا حاجه؟ انا بطالب بالقصاص، بالاعدام. ما هو ما يطلعش يعيش على الدنيا وهو خبط ابني خبطه الموت. ده اللي انا عايزاه، يفاجئكم ربنا، ده اللي انا عايزاه. والناس كلها حواليكم اهو، واسالوا كل الناس اللي على الناصيه وانتم ماشيين. كل الناس هتتكلم معاكم عن احمد حسن اصلا، واللي كان بيعملوا مع الناس عمره ما جه على وليا ولا هو ولا اخوه. زي يوم او زي انتم معديه بكيسين كان يوصلها لغايه بيتي. اللي معدي كان يرضيه ويديله اللي فيه النصيب. احمد كان بيرضي الناس والله العظيم، وبيحب الناس ما وقفش. اسال الناس بقى وانت فاتح، وشوف الناس هتتكلم عنه ازاي. شوف زمايله على الناصيه اهو، شوف روح الله يفديك ربنا، وخد منهم الكلام. تمام، ربنا يرحمها. طبعا انت ست مؤمنه وعايزك تكوني كده قويه وتصبري على بلاء ربنا. والله ما بينزل مني ولا دمعه، والله ما بينزل مني ولا دمعه. انا ما اعرفش ايه الصبر اللي جاي. انا نفسي اعيط، مش بعيط من ساعه غطيت علمنا. انا ما بعيطش والله، انا ما بعيطش يا ولاد. بس دخلت عليه في المشرحة يكب القلب صعب لما اشوفه. الله يرحمه يا رب، خير ربنا يرحمه يا رب. طبعا احنا واثقين بقضائنا المصري العادل، وان شاء الله هيجيب حق احمد وهيكون القصاص للمتهم القاتل. وعايزك بس كده توجه له كلمه، هو اكيد سامعك دلوقتي. الجنة ونعيمها يا احمد، انا ما شفتكش يا حبيبي والله. الجنة ونعيمها يا احمد، الف رحمه قولوا عليك يا حبيبي. الله يرحمه يا رب، يرحمه. طب انت دلوقتي يعني قبل الواقع بحاجه كنت طالبه منه حاجه او طالبه منه خدمه يعني ما لحقش يعملها لك؟ ده هو يعني بص والله العظيم، يعني هو حتى كانه كان حاسس ان هو هيموت. يعني بقاله 40 يوم كده يعني بيسلم على الناس ويقول للناس تعالوا افطروا معايا، يقول للناس تعالوا اقعدوا معايا اللي رايحين واللي جايين. جنازه ابني كانت مهيبه ولا حسن مبارك نفسه من حب الناس ليه. الرجاله والصغار والكبار كانوا بيبقوا على ابني والله. انا جات لي حريم عزتني انا ما اعرف، واحنا رافضين العزاء اصلا بتاع الرجاله، لان لازم حق ابني ايه لما حقه يجي هناخد عزاء. ربنا يرحمه ان شاء الله. طبعا العادل طالبين بالاعدام، احنا طالبين بالاعدام، وكل اصحابه هيقولوا طالبين بالاعدام زي لان احمد عمره ما كان وحش والله العظيم. تمام، طبعا كلنا شفنا. ما تديش امانه عليك الا ما تروح للناس اللي على الناصيه تاخد برايها. امانه عليك امن انت في فضلك ربنا. تمام هم يتكلموا بالنيابه عنك. تمام، طبعا كلنا شايفين الحزن والاسى على وجه والده الشاب احمد ابراهيم والشهيد وكولا، اللي لفظ انفاسه الاخيره عن طريق طعنه نافذه بالقلب اودت بحياته على الحال. طعنه تلقاها غدرا من احد القاتلون في المنطقه، ونسال الله الرحمه للمتوفي. وشكرا لكم، وكان معكم سعد محمود الفاتح، موقع تلجراف مصر.